كيف كتشوفوا هذا التروفي ديال هذه المبادره ديال الناس ديال مراكش اللي تعطاهم توجو بواحد بهذا التروفي هذا. اشنا هو؟ هو بدي يعترفوا بلي لي كوزينيي في جميع الميدان، وانا فرحان اللي خديت هذا العام التروفي ديال الكوزينيي، وهذه ماشي شي حاجه سهله. ومن بعد 25 عام ديال الخدمه هنا ملي جيت للمغرب، يعني في التجربه ديالي الخدمه عندي 38 عام، ولكن فاش رجعت لمراكش هذه 25 عام، ربع قرن خديت هذا. جو تري تري فيير ولاد مراكش، وهذا كنهديه، هذا التروفي هذا كنهديه لولاد مراكش لي فيتور كوزينيي ولي فيتور كوزينيي ديال المغرب كلهم، باش نقول لهم الكوزينه اللي عطيتها تعطيك. علاه انت شعرت كاين شي واحد اللي مديه تكرموا واش من شعور بيكون؟ بيكون هو الشعور المخير. واش انتم حمقين شنو هو الشعور ديالك؟ بلا ما تسول، فرحان فرحان. السلام عليكم، ايمان نرميلي، بريزيدانت ديال الاسوسياسيون دي ريستوراتور دو لا ولايه مراكش سافي، وبريزيدانت ديال فيدراليه ديال ارباب المطاعم بالمغرب. انا تنفتخر بزاف بهذا ليفينمون اللي كان سو سوار، حيت المهنيين السياحيين اعتنوا بزاف من الكوفيد، وهذا تشريف لهم وهذا شرف لهم اللي عطيناهم هذا لو تروفي اليوم سو سوار. وتنشكر بزاف سي ار تي اللي فكر في هذه ليدي، و بارتيكوليرمون مسيو بن طاهر. ميرسي. السلام عليكم، معكم زهراء إدعلي، رئيسة جمعية أفول كلي النساء ورئيسة تعاونية ومنتج السياحية. سعيدة باش نكون مكرمة اليوم في هذا الحدث اللي هو جهوي، وكنقربوا التجربة ديالنا للناس، لأن حاولنا نخدموا على دعم القدرات النسائية وتم دروس الفتاة في العالم القروي، وفي نفس الوقت خدمنا على تتوجل العمل ديالنا بخلق واحد التعاونية سياحية في الحوز اللي خدمنا مع النساء وخدمنا معهم في إطار تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وإطار كذلك فتح مسارات جدد تعبئة النساء في العالم القروي لاستضافة ديال الأجانب ولا السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، باش يكونوا في إطار الاستضافة. حنا كنديروا الإيواء وكنديروا التغذية وكنديروا مسارات يعني سيركوي، وكنتمناو من هذا المنبر باش يتحلوا لنا بعض المشاكل في العالم القروي اللي فيها، مثلا بحال بالنسبه للايواء في اطار شيلابيتون في اطار السياحه، باقي ما عندناش، باقي ما يعني خاص مازال نخدموا على هذا الجانب، باش هذا الشيء اللي بديناه تكون له مواكبه ويكون له واحد التاثير ايجابي في اطار تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني، لان السياحه تتحرك لنا الصناعه التقليديه، تتحرك فلاحات، تتحرك الخدمات، تتحرك واحد المجموعه ديال القطاعات، وكنتمناو باش يتعطاو واحد الاهميه كثيره لهذا المجال ديال السياحه اللي غادي يعاوننا في حوايج اخرين. هذا تم درز الفتاه وكيعاوننا كذلك في تاثير النساء، يعني لا بروموسيون لا فام رورال. كنتمناو نمشيو بهاد المبادره بعيد، ويجيو الناس اللي غادي يكملوا بهذا الشيء اللي بدينا، لان حنا كنوجدوا الخلف اللي غيمشي بعيد ان شاء الله في اطار الحوز. شكرا.